اسمي محمد أشرف الهميسي من ولاية منوبة، نقلة في معهد ابن أبي ضيف منوبة. نجحت في الباك من بكالوريا علوم تقنية، معدل 17.56. أنا الحقيقة الرحلة متاعي معناها مع تقييم بديت من سنة ثالثة ثانوي، تعرفت عليها سنة ثالثة ثانوي عن طريق الفيديوهات الموجودين على الإنترنت جراتوي. الحقيقة كنت تفرجت عجبتني ياسر طريقة تبسيط الدروس والكل، واللي تشجعت وانضميت عملت تروازيام عرض سيلفر آخر عام كامل. الحقيقة تقدمت بالقدية وقتها، كنت نجيب في 14-13 معدل تقريبا، عملت تروازيام جبت 16 أول مرة معناها، وعملت الباك عملت من الأول للآخر بلوس وتقدمت بالقدية. في المنصة الحقيقة ليكور كانوا مقسمين وعلى الانترنت، دونك يشجعوا باش واحد يقرا، معناها كي انت تشوف الكور مقسم قدامك يعمل كل هيكل في مخك، معناها يولي انت تعرف ني اللي تقريبا تحيط به الكور الكل، تولي الكور كل في مخك ما تضيع منه حتى باتي. ذيك هي اللي كانت لي معناها هي شجعتني اني باش نقدم، خاطر قبل الكور يبداو مبعثر في مخي، معناها نعرف كان عنوان الكور ما نعرفش منين نبدا. كي قسمت الفيديوهات بالطريقه هذيك هي اللي عاونتني اني معناها الكوري عباره عن بسط وانقسموا لبارتي صغار وعاونوني باش نستوعب الكور بالكدا. اللايف مع البروفيت الحقيقه يعاونوا ياسر، معناها عباره ايتيود عادي، يقدموا لك سيريات ومن دارك، خاطر نعرفوا الكل البريود الباك باش يكسروا عليك الايتيودات، وساعات واحد يدخل بعض ومن جوست يلقى ثلاث ايتيودات في نفس الوقت. تقي اكاديمي معناها انت كي تدخل للحصه نجم يا تحضر فيها يا تلقاها مسجله، الحقيقه هذيك تعاونك برشا انك ما تدخلش بعضك، حتى كان لقيت 10 ايتيودات في نفس الوقت تحاول انك تنظم وقتك تقرا في اي وقت، معناها تلقى الكور مسجل ترجع له وتكون صور تنحي عليك ستريس كبير. معناها ننصح اكثر بالعرض من الاول للاخر فلوس، وزاد الامتحانات اللي قدموها لنا طيله السنه معناها الحقيقه عاونوك برشا انك تاخذ، خاطر هما يقدموا امتحانات عباره باك انك تخدمه في وقت معين تلقاها وتعاود تبعثه الاستاذ يصلحها لك، هذيك الحقيقه تعاون برشا تخليك تعيش كونديسيون تاع الباك وتخليك اقل ضغط وقت تلقى روحك قدام ورقة الدفوار في الباك. الحقيقة تشجعت، حبيت نقابل أصحابي اللي عندي عام كامل نقرا معهم ريتهمش معناها، والبروفيت الحقيقة حبيت نشكرهم خاطر تعبوا معنا عام كامل ووصلونا للحشنا به. الحقيقة القراية في تونس ولا القراية بصفة عامة ماهيش يا عندك يا ما عندكش، الحقيقة هي أغلبيتها خدمة، معناها إذا كان أنت تحت في معدل راك ما خدمتش تو سامبلومون، مش راه ما عندكش في مخك ولا حاجة، معناها أي أعرف نقاط قوة نتاعك، أعرف شنو الحاجة اللي أنت مغروم بها، تنجم حتى أنت ما كان ما تجيبش فيها نوت، مثلا قبل ما كنتش نجيب في دوتات قوية ياسر في المات، أما نعرف روحي مغروم به، معناها أنت لازمك تعرف اللي ماتير هذوما، الماتير هذوما تنجم شوي بالخدمة تولي تجيب فيهم نوتات عالية، هما اللي باش يعاونوك. كي تلقى روحك تجيب في نوتات عالية في الماتيريات هذوما باش تتشجع وتكمل تخدم الماتيريات الكل. بالنسبة بصفة معناها خلاصة معناها تخدم تلقى، معناها لازمك تخدم، كان أنت ما جبتش معدل بيت تو سامبلومون يا إما أنت ما خدمتش يا إما خدمت بالغلط، كيفاش تحاول أنك تحسن؟ لازمك تحاول أنك تفهم. بالنسبة لي أنا نحاول أني نفهم الكور نقسمه ما نغزلوش كبلوك كامل، نحاول نقسمه باش يوصل عليه استيعابه. ونصور هكاك تلقى روحك بكدا، وزيد التشجيع عن نحن معناها تو جيل جديد، معناها اكثر نتشجعوا كي نلقاو ديكور هكا على الانترنت، اكثر منه تلقاه معناها بالطريقه القديمه في الكلاس ولا في حاجه، كي تلقاه هكا مقسم نصور تتشجع اكثر باش تقدم وتفونس. نشكر بروفيتي سواء في المعهد سواء لهنا في طاقية أكاديمي، وأمي وبابا وأخويا الحقيقة تعبوا معايا عام كامل، معناها ما تعرف عام باك عام صعيب يلزم يحيطوا بيك نفسيا وعاونوك باش تكمل، الحقيقة نشكرهم على خير. خممت في الهندسة باش نتبع شعبة هندسة، الأكثرية يا انفورماتيك يا إلكتريسيتي.